طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. تحية لرواد أكاديمية الجيل الجديد، درس آخر من دورة تدريب مدربين للغة الإسبانية. درس اليوم هو عن كما تشاهدون أيام الأسبوع، أيام الأسبوع باللغة الإسبانية días de la semana. La semana يعني أسبوع، días يعني أيام، إذن أيام الأسبوع. días de la semana كما شاهدنا في الدرس الأول، هذا الحرف ينطق دي، إذن هنا دي 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 سي عادية عادية لديها حركة واحدة، الاي لديها حركة واحدة، الاي مخالفة للاي، هناك اي نقول اي 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 تحت فوق. دياس دياس دي لا سيمانا، دياس دي لا سيمانا، دياس دي لا سيمانا ايام الاسبوع. جميل. بداية الكل سيقول لي ما هو اليوم الأول، لأن الدول تتغير، هناك اختلاف في اليوم الأول للأسبوع من دولة إلى أخرى. في دولة يبدأ الأسبوع بالاثنين، في دولة أخرى بالثلاثاء، في دولة أخرى في الخميس إلى آخره. الإسبانيون اليوم الأول عندهم في الأسبوع هو الاثنين، إذن لونس، إذن سنبدأ بلونس بأول الأسبوع، ويبتدئ الأسبوع في إسبانيا بالاثنين. لونس 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 لونس، لاحظوا هنا تنطق دائما تقريبا لو لو، أحيانا لا تنطق، سنشاهد متى. لونس لونس لونس، تنطق جميع الحروف. مارتس مارتس مارتس، الار تنطق ار ار ا ام تي اي اس اي، سهلة جدا. مارتس مارتس، هنا من طبيعة الحال إذا كان لونس الاثنين سوف نبقى نقول بالنسبة ماذا تعني مارتس وماذا تعني ميركوليس. إذن مير 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 كوليس كوليس، ليس كوليس ليس كوليس، كوليس مير كوليس مير كوليس. لاحظوا الخطأ هنا مع الأو تنطق خوي، مع الاي خوي. خويرس ليس خويفس ليس ف، هنا باء خفيفة. خويرس 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 خويرس. لونس مارتس ميركوليس خويفس، اثنين ثلاثاء الاربعاء الخميس. لونس مارتس ميركوليس خويبس. بيرنس ليس فير ي اي مع الاي تنطق ي، الاي مع الاي تنطق ي، الاوب تنطق كالباء خفيفة بي بير، الار تنطق ار ان ان اي اس اي. بيرنس بيرنس بيرنس. سابادو 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 سابادو.
دومينغو دومينغو دو مين غو فيرنس سابادو دومينغو فيرنس سابادو دومينغو نويت دياس de la semana lunes lunes martes martes miércoles miércoles jueves jueves viernes viernes sábado sábado domingo domingo أنهينا درس أيام الأسبوع. ألتقي بكم برعاية أكاديمية الجيل الجديد في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.